طبعا البرنامج برنامج عظيم طبعا الشباب, لانه بيحيي شباب المستقبل اللي فريق الواحد والان المصري في قياده الاتحاد الافريقي على رئاسه الرئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. يعني دي فرصه انه الشباب تعرف على جمهوريه مصر العربيه بكثره, حتى يكون في ترابط بين الافريقيه, يكون يعني في تواصل بين الشباب الافريقي, ويكون انهم رؤيه واحده وحلم واحد تنمية القارة الأفريقية. طبعا قارتنا القارة السمراء عانت كثيرا, الآن هان الدور للشباب إنه يتمسكوا بالأمل إنه مستقبل القارة في أيديهم, ولا بد إنه يكونوا متوحدين ويشاركوا رؤية واحدة. إحنا دائما يعني محتاجين حاجة تجمع شباب الأفريقي, دائما في مثلا اكسشينج بروجرام مع شباب الاوروبي او في امريكا, بس ما فيش حاجه تجمع بين الشباب الافريقي, معنا هذا اللي محتاجينه في الوقت الحالي. فحبيت الموضوع وحبيت ان هو في مصر يكون, خاصه يعني شو معنا في مصر, لان المصري دائما يعني حتى في الكوره وفي دائما هي اللي بتشجع الموضوع, تشجع الموضوع الاتحاد الافريقي يعني, وخاصة في القاهرة. فيعني إنها مدينة حية ومدينة يعني من أكبر المدن في العالم العربي, فهذا الشيء الحلو يعني. هذه فرصة خاصة لكل شاب وشابة أفريقي وعربي بالأساس لننتظم ونتوجد في مكان واحد للمشاركة بالأفكار والطمأنين على قارتنا السمراء بما فيها التطلعات الأحداث للشباب المستقبل في المستقبل القريب. البرنامج بيقدم فرصة حقيقية للشباب من سن 18 لسن 30 ان هم يتكلموا عن امالهم وطموحاتهم من غير حدود, من غير عوائق سياسية, ومن غير حسابات يمكن تخص اهل السياسة اكتر او الناس اللي بتتكلم بصفة رسمية اكتر. هيبقى عندهم فرصة ان هم يشوفوا ايه المشترك بينهم وما اكتر, ويشوفوا ايه التشالنجز اللي كانت عندهم كبرسبشن او كفكرة جدا مغلوطة. فلما حد من جيجي, مع حد من كينيا, مع حد من زيمبابوي, مع حد من اوغندا, هيقدروا يتكلموا ويسمعوا من اهل البلد الحقيقيين.